عشان نبتدي ندخلكم في المود بتاع اسبوع البسخة. بس ترنيم عن الصليب. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الآن وكل أوان والأبد أمين. زي ما حضراتكم عارفين، بكرة بنعمة المسيح جمعة ختام الصوم. طب ليه بنستمر في الصيام إذا كان ده ختام الصوم؟ لأن الصوم الكبير نسميه الصوم الكبير لأنه ثلاث صيامات تلزقوا في بعض. في النص في الأربعين المقدسة اللي صامها السيد المسيح، يسبقها أسبوع له مسميات كثيرة، أسبوع استعداد بدل السبوت اللي هي ما فيهاش صيام انقطاعي. يعني لها مسميات كتير. وبعدين يلي أسبوع البسخة، وقبل أسبوع البسخة في يوم كده هو اسمه سبت العازر. فلما نتكلم عن ختام الصوم معناها ختام الأربعين يوم اللي صامها السيد المسيح له المجد. فخدمة الغد ختام الصوم هي آخر يوم في الأربعين يوم، وبعدين يبدأ سبت العازر وأسبوع البسخة بعد كده. فعشان نستعد لهذا الأسبوع الهام جدا في حياتنا الروحية، نبتدي نسلط الضوء على بعض الأحداث خلال الأسبوع، وبعدين في الآخر تدريبات كيف نستفيد من أسبوع البسخ. جمعة ختام الصوم اللي هو بكرة إن شاء الله هو قداس عادي زي قداسات الصيام، بس له طقس خاص يمزج بين طقس الأيام وطقس السبوت والأحد. عارفين إن يوم السبت والحد اللحن بتاعها بيختلف عن وسط الأيام، وسط الأسبوع يعني اللي هو من الاثنين للجمعة. من السبت والحد بيبقى فريح شوية نسبيا، يعني اللحن بصفة عامة في الصيام الكبير لحن نسكي، بس يوم السبت والحد بيبقى على وزن طوبى للرحمة. طوبى للرحمة، نقول مثلا ايه أبانا الذي في، والألحان زوكسولوجيات مثلا نقول الزوكسولوجية بلحن بنفس اللحن ده. فنيجي في يوم مثلا في التوزيع نقول سبحوا الله في جميع قديسي على وزن طوبى للرحمة. وسط الأسبوع له لحن تاني اللي هو على وزن تيهيريني، مرد الإنجيل يقول لك تيهيريني انت بنوتي كده، لحن مختلف. لكن الاثنين الأول في الصوم والجمعة الأخيرة في الصيام اللي هو الأربعين يوم بنمزج ما بين لحن السبوت والأحد ويوم أيام الأسبوع. ما احتفظنا بألحان، هو مزيج، فما احتفظنا بألحان الأسبوع. يعني طبعا الشمامسة الدارسين يقدروا يميزوا، بس ليه في البداية وفي النهاية؟ في البداية علشان خاطر بنبدأ الصيام بفرح، بنستقبل الصوم بفرح، مش ان احنا زعلانين ان احنا هنصوم، بالعكس احنا فرحانين ان هنصوم وناخد بركة الصيام. وفي النهاية نشكر ربنا ان احنا خدنا البركة خلال الصيام. الشيء اللي يميز ختام الصوم خدمة مسحة المرضى اللي هو الأنديل، ونسميه الأنديل العام لأنه أنديل عام لكل الشعب
غير القنديل اللي بيكون خاص للمريض، كما ورد في رسالة القديس يعقوب: لو كان أحد مريض بينكم فليدعو كسوس الكنيسة ويدهنوه بالزيت وصلاة الإيمان تشفي المريض. يبقى دي خاصة طبعا بأن ما يكون في حد مريض يطلبوا من أبونا: أبونا عايزين ناخد بركة تصلينا الأنديل، ويجي أبونا ويصلي للمريض، نطلب من ربنا أنه يشفيه. وأحيانا بيكون أو المفروض يكون في توبة للإنسان ده، يقدم توبة واعتراف، وممكن بقى بعد كده أبونا يجيب له تناول ويتناول كمان لغاية ما يقوم بالسلامة ويرجع الكنيسة، والكنيسة تبقى فرحان أنه هو رجع بالسلام. السنة دي بالذات يوم جمعة ختام الصوم تقع مع عيد البشارة، عيد البشارة يعني هناك رأيان في الموضوع ده. الرأي الأول يقول من جمعة ختام الصوم لغاية شم النسيم ما نحتفلش بعيد البشارة لو وقع في الأيام دي. في رأي تاني يقول إن جمعة ختام الصوم يعني آخر أيام الصوم، ليه تلغي عيد البشارة؟ عيد البشارة عيد كبير بنسميه بكر الأعياد، لأن كل الأعياد السيدية 14 بدأوا إن الملاك جبرائيل جه لأمنا العذراء وبشرها بميلاد السيد المسيح، فهو عيد كبير، فليه نلغيه؟ وعشان كده يعني إن شاء الله طلبت من في الأجندة، أجندة الاجتماع المجمع في اللجنة الطقسية إن إحنا نناقش الموضوع ده عشان نحسمه يعني. أنا أميل للرأي الثاني إن لو جاء عيد البشارة من يوم أحد الشعانين، لأن ده كمان عيد سيدي، وطبعاً مش معقول هنعيد خلال أسبوع البسخ، لكن حتى لو جاء سبت العازر ليه ما نعيدش عيد الشعانين؟ ساعات آسف عيد البشارة، لأن ساعات يقولوا عشان دي مناسبات لا تتكرر في السنة، يعني ساعات ده الرأي يعني. عيد البشارة له تذكارات كل يوم 29 في الشهر القبطي ما عدا طوبة وأمشير، لكن في فرق بين العيد الرئيسي أو الأساسي والتذكارات بتاعته خلال السنة. anyway يعني من الحاجات اللي نحب إن إحنا نحسمها في اللجنة الطقسية في المجمع المقدس. ليه بيبقى في الأنديل العام في طبعا سواء هنعيد عيد البشارة أو خدمة ختام الصوم لازم هنعمل الأنديل العام في كلتا الحالتين، عشان في نهاية الصيام بعد ما نكون صمنا وقدمنا توبة فننال الشفاء الروحي بغفران الخطايا بحضورنا لهذا السر، لأن زي ما بقول لكم دايما إن إحنا دايما بنركز على الشفاء الروحي أهم من الجسدي. ساعات نطلب من ربنا يشفينا جسديا لكن ربنا يكون له إرادة تانية. عشان كده في الصلاة بتاعت مسحة المرضى بيقول بين قوسين كده هوت، لكن أنا أحب أقراها دايما أو نصليها على نية، يقول إن اخترت أن تأخذ نفسه ليكن هذا بيد ملائكة نورانيين إلى آخر. فإحنا بنهتم بصحة الروح، يعني شفاء الإنسان من الناحية الروحية بتوبته، يكون ماشي صح مع ربنا، فليقدم توبة حقيقية خلال الصوم تأكد أن ربنا يقبل توبته في نهاية الصوم. وكمان علشان مش هيبقى في مسحة مرضى خلال الأسبوع اللي جاي فبنبشرها في اليوم ده، وعشان على الأقل اللي ما خدش مسحة المرضى خلال السنة كلها هو على الأقل بياخدها مرة في السنة، يعني مش معقول
يبقى سر موجود وما ننالش بركته. فممكن تحضروا طبعا القداس وتترشموا بالزيت، واللي ما يلحقش عشان ظروف عمله ممكن يبقى يطلب من أبونا بعد كده يترشم بالزيت. يجي بعد كده سبت العازر، وهو سبت العازر مش لأن معجزة إقامة العازر تمت في ذلك اليوم، لا، لأن 6 أيام قبل الفصح قديس يوحنا حسب الفصح يوم الجمعة، فقال 6 أيام قبل الفصح كان ربنا يسوع المسيح في بيت عنيا. معجزة إقامة العازر في يوحنا 11، دي في يوحنا 12 بيقول كده: ثم قبل الفصح ب6 أيام أتى يسوع إلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الذي أقامه من الأموات، فصنعوا له هناك عشاء، وكانت مرثا تخدم، وأما لعازر فكان أحد المتكئين معه، يعني بعد ما قومه طبعا. فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير السمن، من يعني كمية كبيرة، وسكبته على قدمي المسيح ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. في الحقيقة واحد اداني عبوة صغيرة، بصوا قد ايه، من النردين ده، يعني في الاخر اللي يحب يشمه كلها دي طبعا حاجات تانية، انواع تانية، بس عشان ده خالص تلاقوه بيور كثير السمن، بيبقى غالي قوي، عشان كده العبوات الصغيرة دي ممكن تبقى سعرها مش قليل يعني، بس عشان حتى تاخدوا فكرة عن رائحته. نردين ويمكن مر حاجة تالتة، يعني تاخدوا فكرة عن الروائح دي شكلها ايه او ريحتها ايه. فخدمة سكب الطيب دي بصفة عامة، والسيد المسيح في حياته نسمع ان 3 سكبوا الطيب على جسده: مريم اخت العازر وسكبته شكرا، كانت بتشكره انه اقام اخوها، واحدة تانية قد سكبته توبة اللي هي المرأة في بيت سمعان الفريسي، في واحدة تالتة بقى ساعات بيتلخبطوا ويفتكروا ان هما نفس مريم دي، لا دي واحدة تالتة لان سكبته على رأسه، ودي هتبقى يوم الأربع في أيام البسخة ومش معروف اسمها، وسكبته حبا فيه من غير أي سبب، نعرفش قصتها كده، جت وسكبت حست بالمسيح وبألامه، وطبعا الإخوة تزمروا إلى آخر. ففي حياتنا هنبقى حاجة من 3 دول في عبادتنا مع ربنا، عشان نبقى فاهمين، هبقى أنا أي واحد فينا واحد من 3 دول، لإما بشكر ربنا على حاجة عملها في حياتي، وده المفروض كلنا دايما يبقى عندنا الشكر لربنا على أعماله في حياتنا، أو إنسان تائب راجع في التوبة بيقدم توبة قدام ربنا ويطلب إن ربنا يقبل توبته زي المرأة الخاطية، أو مجرد زي القديسين اللي بيحبوا ربنا بيقدموا له كل ما عندهم حبا فيه من غير أي سبب، ولا عشان ادالهم حاجة، طبعا هم بيشكروه على طول بس مش السبب كده، هم بيحبوه خلاص، ولا عشان طبعا هم قديسين، فما في موضوع التوبة ديت يعني خطاياهم مش ده السبب الرئيسي، لكن حبا في ربنا بيحبوه فبيقدموا له حياتهم عند قدميه أو عند رأسه، زي ما بيقول سفر نشيد الأناشيد: مدام الملك في مجلسه أفاح نرديني رائحته، سرة المر حبيبي لي. مدام الملك في مجلسه، زي ما كان المسيح قاعد كده
أفاح نرديني رائحته. والعطور ديت من خصائصها لما تنسكب طبعا كل بتنتشر فيتملي المكان برائحة زكية. فالرائحة دي بتبقى رائحة المسيح الزكية في حياة القديسين. ما الإنسان يبقى المسيح عايش في حياته، حياته بتبقى رائحة جميلة يشتمها الآخرون كرائحة زكية، هي رائحة المسيح في حياتنا. وطبعا لما استخسروا هذا الطيب الكثير الثمن وقدروه ب300 دينار، عشان تبقوا عارفين 300 دينار دي يعني قد ايه، كان اجر العامل في اليوم دينار. فلو شلنا السبوت في ايام السنه اللي ما يصحش فيها العمل حسب النظام اليهودي لانه بيقدسوا السبت، لو شلنا السبوت هيتبقى حوالي 300 يوم. ف300 دينار دي يعني عمل الانسان سنه كامله. تخيلوا كده، يروح واحد ماسك تفضل تشتغل طول السنة وبعدين تمسكها وتسكبها على، طبعا بالفكر البشري تقول ايه، ليه 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 ده ويست مش كده. وهو كان طبعا يهوذا فاكر ان المسيح هيمدحه ان هو مهتم بالفقراء. مفيش ترجمة لا مفيش شوف كده. هو كان فاكر، يهوذا كان فاكر المسيح لما هيقول الكلمتين دولت انه هيمدحه ان هو يعني مهتم بالفقراء، او يعني بيوفر. لكن قال له لا، انت مش فاهم حاجه. وطبعا المراه بقى اللي هتيجي بعد كده بتاعت يوم الاربعاء اللي جاي صنعت هذا لتكفيني، والحيثما يكرز بالإنجيل يكرز من فعلته هذه المرأة تذكارا له. وقال لهم الفقراء معكم كل حين، أما أنا فلست معكم كل حين. يعني اللي عايز يعمل، اللي عايز يشتغل هيشتغل، بس اللي يقعد كده ينتقد عمره ما يشتغل. ما نستخسرش حاجة في ربنا أحسن، ونديله أحسن حاجة. دايما ربنا ياخد أكبر نصيب وأحلى نصيب، مش الليفت أوفر. نيجي بعد كده عند أحد الشعانين، وكلمة هو شعنا يعني ربنا يخلصنا، أو يهوى يخلصنا، أو الله مخلصنا. وفي المسيح بيخش أورشليم كملك، ملك، ولأول مرة هو اللي يطلب إن هو يخش بزفة كبيرة أورشليم. طبعا في مناسبات كتيرة كانوا حابين إن هم يجلسوا المسيح كملك، بالذات مثلا لما صنع معجزة الإشباع الجموع، فاعتبروا ان دي علامات المسيح المنتظر، يبقى هو ده المسيح، تعالوا ناخده ونجلسه ونعمله الملك، وهو اللي هيقودنا في مسيره الخلاص من اعدائنا اللي هم الرومان في ذلك الوقت. المسيح طبعا اختفى وما عرفوش مكانه، ويعني كان بيعلمهم مملكته مش من هذا العالم، هو مش ملك أرضي، مش جاي يجلس. لدرجة إن مرة تلميذين اللي هم إخوات يوحنا ويعقوب قالوا له، أو هي أمهم جت تطلب الطلب ده، عايزين واحد يقعد على يمينك واحد يقعد على شمالك. قال لهم لست تعلمان ماذا تطلبان، تقدروا تشربوا الكاس اللي أنا هشربها؟ حكاية مش شو، مش مين يجلس على يميني ومين يجلس على يميني. ده تعب، الملكوت ده تعب، مش منظر. مش هنتعلم، مش على ناخد صورة، مش كده العمل لأجل الملكوت. عشان كده
ماري مرقس، تعرفين احنا بنقول البابا خليفة ماري مرقس، ونسمي الكرسي اللي بيقعد عليه البابا كرسي ماري مرقس. كان البابا شنو ده يقول؟ مع ان ماري مرقس عمره ما قعد على كرسي، صحيح؟ ماري مرقس عمره قعد على كرسي، ده كان على طول بيلف ويخدم. استشهد، حكاية الكراسي دي جت بعدين. لكن السيد المسيح جاي أسس مملكة روحية على الأرض، صحيح مملكة مش من الأرض لأنها من السماء، لكن ممكن تكون في الأرض، وهي فعلا في الأرض. ليه؟ لأن أعضاء الملكوت ده أو المملكة دي لا يزالون في الجسد هنا على الأرض، يبقى هي مملكة سمائية لكن مكانها في الأرض لغاية ما يجي السيد المسيح في مجيئه الثاني وخلاص تنتقل للسماء. ودي عقيدتنا إحنا الأرثوذكسية، مش زي شهود يهوى اللي بيعتبروا إن الأرض ديت هي المملكة الأبدية. لا، احنا بنعتبر ملكوت السماء في السماء، ولكن بعد مجيء السيد المسيح الثاني. يبقى لازم نفهم كويس قوي ان المسيح جاي يؤسس مملكته هنا على الارض ويزعزع مملكة الشيطان، يزعزع مملكة الشيطان. ما هو لازم، عشان في مملكتين، خدوا بالكم. لما السيد المسيح شفى اللي كان مجنون أعمى وأخرس، ناس قالوا ده ببعل زبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين، فقال لهم إيه؟ لو كان هو ببعل زبول يخرج الشياطين، لو أنا ببعل زبول أخرج الشياطين، فقد انقسمت مملكة الشيطان على نفسها، وده مش ممكن يكون. مملكة الشيطان ليه قوية إلى يومنا هذا ولها أتباع كتير في العالم؟ لأنها مش منقسمة على ذاتها. للأسف المملكة المنقسمة أحياناً على ذاتها إحنا، المفروض أن إحنا مملكة المسيح الروحية. الشيطان يحاول يسبب إيه؟ ديفيجن، جروب. ده يقول لك الجروبات دي، ده جروب فلان وده جروب فلان وده جروب فلان، وتلاقي الجروب ده غير ضد ده، ولو بقيت مع ده ما تقدرش تبقى مع ده. كل دي من أعمال الشيطان جوه الكنيسة، هو اللي يحب يفرق. لكن إزاي إن إحنا نحاول نكون واحد، رعية واحدة وراعٍ واحد؟ هدف ربنا كده إن تكون مملكته على الأرض رعية واحد واحدة وراعي واحد. طول ما يبقى في خلافات وانقسامات وأحزاب وانشقاقات، ده ما يفرحش ربنا، ده يفرح الشيطان. فربنا يسوع جاء يؤسس مملكته على الأرض ويضعف مملكة الشيطان لغاية ما هتزول خالص في مجيئه الثاني. لذلك قال رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، لما بعت التلاميذ عشان يخرجوا الشياطين بيقول، فهم راجعين بقى فرحانين، قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق، وأنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو ولا يضركم منها شيء. اللي بيبقى ماشي مع ربنا بجد بيبقى عنده قوة روحية ويغلب بيها الشيطان ومملكته والشياطين تخاف منه. زي كده البابا كيرلس، ربنا ينفعنا بصلواته، حتى وهو نايم، تعرفوا القصة دي، حتى وهو نايم كان يجيبوا الطلبة معديين كده يعني وقت الثانوية العامة، فغلب عليه النعاس يبدو كان لأنه كان بيسهر كتير، فهو قاعد فرح نايم كده وإيه والصليب كده وإيديه كده، فكل واحد يجي يعدي ياخد بركته ويحط رقم الجلوس على إيده بركة، والطابور ماشي 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 لغاية ما واحد جه وما كانش مسيحي، راح صرخ
فرح هو طبعا صحي قال له الله الله ايه اللي جابوه ده هنا، ايه اللي جابوه هنا، خرجوه خرجوه. فجاء اخوه قال له يا سيدنا يعني مش في حاجات كده شياطين وحاجات كده، قال له خلاص خرج منه خرج منه يلا اطلع، عشان كان جوه الهيكل فما كانش عايزه ده يخش جوه الهيكل يعني. الشيطان خاف منه وهو نايم، ولا صلاة ولا أي، هو مجرد نايم بس قديس قديس. الشياطين تترعب منه، تترعب من صلاته. شفتوا الإنسان بقى لما يبقى فعلا في روح ربنا شغال يبقى عامل إزاي. فملكوت، ها ملكوت الله داخلكم، كل واحد فينا جوه الروح القدس، ها ملكوت الله داخلكم. على قد ما اكون امين مع ربنا، على قد ما ايه عمل الروح القدس يكون واضح في حياتي. مملكه المسيح اللي جاء اسسها ليست من هذا العالم، وقال لك ليس كما يعطي العالم ايه اعطيكم. مش زي ما العالم يعني، لو ممالك الارض هنا تدي ايه، تدي امور العالم، لكن المسيح قال ليس كما يعطي العالم اعطيكم. انا عندي حاجات تانية اكبر بكتير من اللي انتم بتفكروا فيها دي. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول ايه، ان كان لنا في هذه الحياه فقط رجاء في المسيح فاننا اشقى جميع الناس. ليه يا بولس الرسول؟ لانك مش فاهم. عايز المسيح عشان يعمل لك حاجات هنا على الارض؟ ده عايز يديك السماء، حاجات اكبر كتير، وانت عمال تطلب التفاهات الارضيات الوقتيات. نقول له لا يا رب، اطلبوا اولا ملكوت السماوات، مش عايز حاجه، هذه كلها بقى ايه تزاد لكم. سهله دي. طيب، يبقى سيد المسيح يوم الحد بعد ما فهم التلاميذ وأتباعه إن هو مش جاي عشان يكون ملك أرضي ويملك في الأرض، بس خدوا بالكم هيخش يوم الحد كملك وهيجلس على الكرسي الملك يوم إيه؟ ها؟ يوم الجمعة على الصليب. عشان كده يوم الجمعة نقول لحن بيك ثرونوس اللي هو عرشك يا الله إلى ظهر الدهور، باللحن الجميل الطويل ده اللي هو بياخد كده حوالي 20 دقيقة، تقعدوا تتأملوا في صليب المسيح وتقول له يا رب الصليب ده ده عرشك، عرشك يا الله إلى ظهر الدهور. ننتهي من صلاة الشعانين. وكان زمان يعملوا خدمة الجنازة العام متأخرة. ليه الجنازة العام؟ لأن مفيش رفع بخور في الثلاث أيام الأولى، لو حد انتقل هيصلوا عليه إزاي؟ يدخلوا الكنيسة يحضر صلوات البسخة وشوية صلوات خاصة كده من غير ولا رفع بخور ولا حاجة. فقال لك احضر، احضر إيه؟ احضر الجنازة العام. عشان كده تلاقي ناس أكتر يوم يحضر فيه ناس هو اليوم ده. ويعني يفضل أنه ما يبقاش فيه ألحان طويلة لأن اليوم أوريدي طويل، وكمان صعب أن ننتقل من اللحن الفريحي بتاع يوم الحد حد الشعانين فجأة كده هو نروح قافلين الستارة وقايلين حزيني وإحنا لسه في العيد يعني ما لحقناش. فيبقى الألحان ماشية سريعا كده يعني، مش لازم الألحان الطويل. المية اللي بتترش في اليوم ده لا هي مية الزعف ولا هي مية الجنازة العام، دي مية القداس زي ما زي ما بنرش المية في كل قداس يعني. طيب نبتدي بقى بعد الظهر حاجة اسمها ليلة الاثنين. يوم الحد بعد الظهر نصلي
سواعي اسمها ليلة الاثنين. طب ليه ليلة الاثنين؟ مش احنا لسه يوم الحد؟ اصل احنا بنتبع كنسيا النظام اليهودي القديم ان اليوم بيبدأ من الغروب للغروب، فالنهاردة يعتبر ليلة الجمعة، النهاردة الخميس مثلا، لو هنصلي مثلا القداس لبكرة نصلي قراءات اليوم التالي يعني. ففي أسبوع البسخة في خمس سواعي ليلية وخمس سواعي نهارية، أولى تلتة سادسة تسعة حداشر، هذه الخمس ساعات. تبدأ من الليلة اللي قبلها، يعني اليوم بيبدأ من خمس سواعي الليل، يعني نقول مثلا إيه الساعة التالتة من ليلة الاثنين من البسخة المقدسة، وكل ساعة فيها نبوة أو أكتر، وبعدين ثوق تاتي جوم 12 مرة بدل ال 12 مزمور بتاع الأجبية، وبعدين فيها مزمور وإنجيل وطرح، طرح يعني شرح الإنجيل، ولازم الشرح يبقى بعد الإنجيل، لأن بعد ما نسمع الإنجيل إيه؟ نسمع التفسير بتاعه، والمفروض أنه يكون بعد كل إنجيل التفسير بتاعه، مش يجمعوها في الآخر وراء بعض كده. في صلاة البسخة اللي هي ثوق تاتي جوم من أول الساعة الحادية عشر يوم الثلاث بنزود عبارة مخلصي الصالح، لأن في نبوءة بأن بعد يومين هيكون صلب المسيح، ويوم الجمعة العظيمة سواعي الليل والنهار بنصلي بنزود قوتي وتسبيحتي هو الرب إلى آخره. طول الأسبوع مش بنصلي الأجبية خالص، ليه؟ لأننا مركزين على النبوات الخاصة بألام ربنا يسوع المسيح، فكل نبوة بنختارها اختيار ونحطها في مكانها الصح، وبتتصلى في وقتها عشان يبقى سيلكتيف صومز، مش كل الصوم، مش كل المزامير بتاعت الأيام العادية. فبدل ما تصلي الأجبية خلال الأسبوع ده، هنصلي كلنا إيه؟ سواعي البسخ. يعني افرض أنت في الشغل بتعود بتصلي من الأجبية، تروح فاتح الساعة بتاعت البسخة وتصليها بدل الأجبية. يعني في نظام الكنيسة ممنوع نستخدم الأجبية في الأسبوع دوت، يعني استخدم صلوات البسخ. عشان كده زي ما قلت لكم 12 بدل 12 مزمور هنقول ال 12 مرة سكتت يقوم وإلى آخر. طب تسبيحة البسخة دي معناها إيه؟ معناها أن ترى الكنيسة أن السيد المسيح هو الراعي الصالح الذي بذل نفسه عن الخراف، يبقى هو مش مصلوب عشان ضعيف ولا لا حول له ولا قوة، ده قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا، يعني بمزاجه. وقبل كده كان في فرص أن يقتلوه ولكن لم تأتي ساعته بعد، لكن لما هو أتت الساعة قال أتت الساعة خلاص. فكنيسة بترى في السيد المسيح الابن الكلمة، زي بنقول لحن أمونو جنيس، يعني أيها الابن الوحيد الجنس الإله الكلمة المتجسد الذي أخلى ذاته صائرا في الهيئة كإنسان، أو أخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كإنسان. ليه؟ عشان طبعا لو كان لو علموا لما صلبوا رب المجد، يعني لو كانوا عرفوا ما كانوش صلبوا، لكن هو ليه ظهر في الضعف والأكمل بالضعف ما هو أقوى أو أعظم من القوة. فالكنيسة شايفة ده كله، إن هو مش ضعيف، إن هو صحيح مهان لكن هو ممجد عندنا، بنمجده كإله، حمل صليب العار بدل منا، ده هو الملك، فنقول له لك القوة المجد والعزة والبركة.
ودي التسبح سوك تتي قوم نمبي أو المجد نمبي أماهي نمبي سموه اللي هي البركة. طبعا الصلوات في الثلاث أيام الأولى يعني من ليلة الحد وبعدين اثنين ثلاث أربع بتبقى خارج الخورس اللي بنسميه خورس القديسين، علشان ده يمثل يعني ان الانسان مطرود خارج الجنة وخارج قدس الأقداس او المكان المقدس. المكان المقدس المسيح صلب عشان اعتبروه خاطي فصلبوه بره عشان ما ينجس المحل، فلنخرج اليه حاملين عاره. قول له يا رب انت بره مش عشان انت تستاهل تبقى بره، لكن انت عشان حملت خطيتي، ده انا المفروض اللي انا اتصلب مكانك. المره الوحيده اللي نخش فيها ونصلي هي القداس يوم الخميس. طبعا لو منكم زاروا الاديره عارفين ان كل ده في حيطان بتفصل ما بين خورس وخورس. دلوقتي يا دوبك بس ان احنا ما بنستعملش الجزء الامامي ده وبنقف في النص الثاني من الكنيسه، لكن في الاديره القديمه والنظام القديم ان ده في حيطه بتفصل ما بين ده وده. قداس خميس العهد هو المره الوحيده اللي نخش فيها الهيكل، تفتح فيها ستر الهيكل بعد الباكر، وفيها زفه يهوذا، الزفه الوحيده اللي ماشيه مع قارب الساعه، لان دايما في الزفه بنقول ايه، بنبقى ضد عقارب الساعة. ليه؟ عشان الكنيسة ضد الزمن، خارج الزمن، لكن نمشي لأن يهوذا خالف فنمشي بالعكس. برضو اللي يميز يوم خميس العهد إن في خدمة اسمها خدمة إيه؟ اللقان. واللقان ده ثلاث مرات في السنة، في عيد الظهور الإلهي لتبريك المية زي المسيح اتعمد في ميات الأردن، في خميس العهد زي المسيح غسل أرجل تلاميذه، وفي عيد الرسل عشان المسيح قال لهم زي ما أنا عملت معاكم تعملوا بعضكم مع بعض. في يوحنا 13 بنقرأ عن غسل الأرجل، نبتدي من آية 6. فجاء إلى سمعان بطرس فقال له ذاك يا سيد أنت تغسل رجلي؟ أجاب يسوع لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. وأنا دايما أحب أقول لكم أن الآية ديت شعار لك يا أرثوذكسي يلي فهم كنيستك صح. لما السيد المسيح يسلمنا حاجة ما نجادلش كتير، لأن اللي جادلوا كتير بوظوا الإيمان، بعدوا عن الإيمان السليم. ليه؟ قعد يشغل مخه. لكن هنا السيد زي بطرس كده قال له أنت هتغسل رجلي؟ قال له تتكلم ليه؟ تكلمش كتير. لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع، ولكنك ستفهم إيه؟ فيما بعد. أنا أحب أطبق الآية ديت على حاجات كتير. يعني أنت لما تشوف على يوم في القداس هتشوف خبز، وهتشوف في الكاس خمر أبركة، ده اللي شايفاه العين. لكن المسيح قال خذوا كله هذا هو جسدي. طيب أصدق اللي أنا شايفه ولا أصدق اللي المسيح قاله؟ إيه رأيكم؟ أصدق اللي أنا شايفه ولا صدق ان المسيح قاله لما يقول خذوا كله هذا هو جسدي؟ اقول امين. اول لما انا ابتدي اشغل دماغي وزي بطرس الرسول كده هوت واقول انت تغسل رجلي انا، يقول له انت ايش فهمك انت؟ لست تعلم انت الان ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. فانا الارثوذكسي احب استلم الإنجيل كما هو. هو دقة يحب يسمي نفسه إنجيلي وما بيؤمنش بالإنجيل. مرة البابا شنودة واحد
بيقول له أنت كده البابا الإنجيلي، قال لهم قال له أنا إنجيلي بس أنت بروتستانت، لأن الإنجيلي فعلا لو هو إنسان إنجيلي يصدق في كلام المسيح، كلامه واضح، خذوا كل هذا هو جسدي، أقول لا بس هذا صنعوه لذكري، ما في حاجات مش لازم أفهمها مدام المسيح قالها هاخدها بالإيمان مسلم بي، مش لازم أن أنا أفهم. أهو خدوا بالكم الآية دي في منتهى يعني القوة، لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع ولكنك ستفهم فيما بعد، مش لازم نفهم كل حاجة طالما الكنيسة علمتني كده والربنا سلمني كده في إنجيله. That's all I care about. قال له بطرس لن تخسر رجلي أبدا. أجابه يسوع إن كنت لا أخسر فليس لك معي نصيب. يا إن كنت لا أخسر فليس لك معي نصيب، قوية جدا دي، يعني واحد يقول مجرد أنه مش هيخسر رجليه مش هيبقى له نصيب معاه، لا الموضوع خطير، موضوع خطير. عشان كده طاعة الكنيسة وطاعة الإنجيل أهم من أي شيء تاني. قال له لغاية كده فول ستوب. قال له سمعان بطرس يا سيد ليس رجلي فقط بل أيضا يدي ورأسي. يعني برضو لازم، قال له إيه الذي قد اغتسل ليس له حاجة إلى أن يغسل رجليه بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون ولكن ليس إيه ليس كلكم. يبقى الموضوع مش موضوع غسل رجلين بس، ده فيه حاجة أعمق. الرمز غسل الأرجل ده يرمز لطهارة القلب من الداخل. ممكن واحد يمارس الطقس ولكن من جوه مش صح. يبقى واحنا نفتكر كده واحنا داخلين بنتناول اليوم ده، افتكر المسيح غسل رجليهم، يبقى لازم ابقى نقي من جوه، قلبي نقي، عشان مش ابقى بمارس طقس من بره ومن جوه مفيش توبه مفيش حياه سليمه مع ربنا. فاستحق التناول لما اكون انسان تائب ومستعد. القداس ده أقصر قداس في السنة، ما فيهوش غير قراءة واحدة وبعض الألحان مش بتتقال، ولا صلاة الصلح لأن مفروض الصلح حصل عن طريق الصليب، وما فيهوش مجمع لأن القديسين لسه ما انتقلوش قبل الصليب، يعني ما كانوش انتقلوا من الجحيم إلى الفردوس، من باب الفردوس لسه ما تفتحش. فقداس very short لكن تقال في اسمة ذبح إسحاق، ودي لها رموز كتيرة، إن الآب قدم ابنه على الصليب زي ما أبونا إبراهيم قدم إسحاق، وكما عاد إسحاق حيا هكذا قام السيد المسيح من بين الأموات. نجري بسرعة عشان وقتنا، ننتقل إلى الجمعة العظيمة، أطول خدمة خلال السنة، لو بيجروا بسرعة تبقى 8 ساعات وممكن تبقى 10 ساعات وأكتر، ألحانها جميلة ومع ذلك الإنسان لا يشعر بالجوع أثناء اليوم لأن الروح بتبقى متهللة وفرحانة، فالإنسان مش حاسس بالجوع أو باحتياج الجسد. هكذا لما بيكون الإنسان روحه فرحانة جسده لا يشعر بالألم والتعب والجوع، لأن الروح بتكون أقوى في الحالة دي من احتياج الجسد. شوف كده تعالى من الصبح وقعد في الكنيسة تلاقي نفسك مش دريان، تلاقي اليوم منخلص وتقول ياه لحقنا اليوم ده يخلص. يوم جميل. سمعت نيافة الأنبا رافائيل بيحكي قصة، مرة لقى الكنيسة مليانة، وطبعا الشباب وكده والكنائس اللي بتتباع في الغرب دي، فواحد من اللي هم كنائسهم بتتباع بيقول له انتوا بتعملوا ايه في الناس؟ ازاي بتخلوهم قاعدين كده هوت مش بيتحركوا من اماكنهم من الصبح بالليل؟ بيستغرب ده، هم يقول له ده انا بيجوا عندي ساعه ويبقوا بيشتكوا عايزين يمشوا، بتعملوا فيهم ايه؟ هو كان بيتكلم على ايه؟ ان احنا ما نبيعش السلعه الرخيصه زي ما بيعمل هؤلاء عشان يجذبوا شبابنا يقعدوا يغروهم بشويه حاجات، لكن احنا
بنديلهم الحق عشان كده ماسكين في الكنيسة وثابتين فيه. طبعا اللي بياخدوهم اللي هم الناس ايه اللي هم كده بره مش ثابتين في الكنيسة. لكن قال له ايه رأيك ده دولت هيروحوا يرتاحوا 3-4 ساعات ويرجعوا تاني يسهروا طول الليل اللي هي سهرة ابو غلمسيس. الراجل كان يجرى له حاجة مش مسد ان كنيستنا في غناها ده بتقدم الشبع الروحي مش بنقدم كده هو اي كلام. طول السنة بنصوم يوم الجمعة عشان تذكار اليوم صلب ربنا يسوع المسيح. طبعا انا مش قادر اخش في تفاصيل في الطقس عشان الوقت، لكن بنمر كده بنعبر على الاحداث باختصار شديد. نروح يوم الجمعة ونيجي نسهر سهرة مع السيد المسيح، سهرة جميلة تنتهي بالقداس. المرة الوحيدة اللي طول السنة اللي بنقرأ فيها من سفر الرؤيا وأبوكاليبسيس اللي هو بيقول أبو غلمسيس، ده اسم سفر الرؤيا باليوناني عشان بيتقرأ سفر الرؤيا بأكمله. بنسهر مع السيد المسيح لأنه لما طلب من التلاميذ يسهروا معاه ناموا. هكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة، أما الروح فنشيط أما الجسد فضعيف. قل له يلا يا رب إحنا مستعد نسهر معاك لغاية الصبح. وطبعا يبقى في الزيت والسبع شمعات أو السبع قطنات اللي فيها رمز الكنائس والمناير إلى آخره، وتقرأ يقرأ فيها قصة سوسنة وقصص كتيرة وألحان جميلة. يا ريت ما تفوتوش الليلة دي، ليلة جميلة جدا، ليلة أبو غلمسيس. وطقسها بيبقى بقى إيه سنوي على حزيني. الشماس لازم يبقى شاطر عشان يجيب اللحنين مع بعض، عشان بنفرح مع السمائيين اللي تم الفداء بالنسبة لهم، ولسه إحنا المسيح ما أمشي لأنه هيقوم يوم الحد، فلسه الألحان الحزيني، ففي مزيج بين الاثنين. وبعدين بقى نريح شوية ونيجي نصلي قداس العيد القيامة. كل سنة وانتم طيبين. أنا قلت لكم في البداية الصيام الكبير بيعدي هوا، وأظن دلوقتي هوت كني كنت لسه بقولها لكم من كام يوم. خلص الصيام، خلص الأسبوع ده بقى أسرع أسبوع في الصيام. يعني إذا كان الصيام كله أسرع صيام، والأسبوع ده أسرع صيام. ما تفوتوش فرصة أنكم تكونوا متواجدين في الكنيسة كل يوم، تفوتش يوم. ما هو أكثر قداس كما ذكرت اليوم؟ بقول قداس خميس العهد. خميس العهد هقول لكم كيف نستفيد من أسبوع البسخة. هقرأ لكم قراية بدون تفاصيل، 10 تدريبات هياخدوا 2 أو 3 بس ركزوا معي عشان دي أحب الحاجات دي نكون فاهمينها كويس. نمرة 1، الحضور الدائم، لا تفوتك أي خدمة، احضر كل يوم وما تفوتش على قد ما تقدر. وعشان تحضر كل يوم، تاني حاجة نمبر 2، خد أجازة من شغلك. انتوا كل واحد بياخد أجازة عشان يتفسح وياخد فاكيشن. مين يقدر ياخد أجازة عشان خاطر يقضيها مع ربنا؟ شيء جميل مش كده؟ مش قادر تاخد أسبوع، خد 4-3 أيام إلى آخره. بس أنا بقول لك من ضمن أجازاتك دايما ترتب، وهفضل أقول كده لغاية ما كل الشعب ياخد الأسبوع ده أجازة ويبيته في الكنيسة كده هو زي ما كان أبائنا بيعملوا. نمرة 3، عدم الانشغال بأي شيء يعطلك عن الخدمة ويعكر عليك صف اليومين دول. كم يوم دول؟ زي مثلا التلفزيون ملوش اي لازمه خالص يتفتح، ده ساعات الاباء يقولوا بلاش طول الصيام، لكن اهو بنقول على الاقل اسبوع البسخ. ولا الانترنت ولا الايميلز ولا المسجز ولا التليفون ولا الشاتس ومش عارف الكلام اللي رايح جاي دوت، والاخبار والمجاملات والزيارات والحاجات دي كلها، كل ده يتأجل، مش مجاله أبدا 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 في أسبوع البسخ. يبقى كل ما يعطل هنأجله.
لكل شيء تحت السماء وقت. نمرة 4، المشتريات الخاصة بالعيد تتعمل قبل ما يبدأ الأسبوع، يعني قبل يوم الحد أحد الشعانين. ممكن سبت العازر يعني عشان الشغل، يوم السبت ده تروحوا تعملوا كل الشوبينج اللي انتوا عايزين، مش عارف لبس العيد وأكل العيد وإيه. لكن ما نجيش وإحنا في وسط أسبوع البسخة ورايح أفكر هشتري لبس إيه وهلبس إيه، ما ينفعش. بيبقى في حاجات مش ماشية مع بعض، ده أسبوع مكرس كده بكامله لربنا. نمرة 5، التأمل أثناء الصلاة في القراءات والألحان والعظات. ده الأسبوع اللي بحاول أفهم فيه ربنا عمل إيه علشاني، قدم لي إيه ربنا، مش عشان نفهم أنا بعمل إيه وربنا عمل لي إيه. ولما أفهم أخذ قرارات بخصوص حياتي، إزاي أتفاعل مع ما فعله ربنا لأجلي، ولا الأسبوع كده يمر من غير ما نشعر بيه ومن غير ما حياتي تتجدد فيه. نمرة 6، عدم الاهتمام بما نأكل خالص. حدش يقعد يقول لزوجته اعملي لي أكل كذا ولا أصناف كذا، وتعود أن أنت ما تشبعش، تشبعوش. إحنا في الدير كنا نأكل النابت ده للضيوف، أما للرهبان كان الدقة، تشتغل على الدقة طول الأسبوع، اشتغل على الدقة وما تدقش، دقش في الأكل. صوموا على قد ما تقدروا صيام انقطاعي، اشعر بالجوع شوية، لما تشعر بالجوع تشعر بالمحتاج اللي مش لاقي. وعشان كده تدريب تاني، لما تشعر بالمحتاج حاول تعمل أعمال خير خلال الأسبوع ده على قد ما تقدر. زور حد مريض، افتكر حد محتاج، فرصة للعمل الروحي المكثف. حد ما شفتوش في الكنيسة بقالك فترة اسأل عليه، زوره، فرصة. 7 أو 8، يكون معك كتاب روحي في الكنيسة، عشان لو في لحن طويل بدل ما تسرح تبقى بتقرأ في الايه، في الكتاب دوت، أو يكون معك كتاب المقدس وتقرأ منه. وطقس الكنيسة أنا بيتقرأ الأناجيل كلها خلال الأيام الأولى في أيام البسخة. نمرة 8، اتعب في الخدمة والجهاد الروحي. فرصة أنك تتعب، لما تيجي وتصحى بدري وتحضر، ما أعرفش هنا الأوقات إيه، لكن مثلا في كنيسة عدرا الزيتون في بسخة صباحية عشان اللي رايح الشغل مثلا، لو فيها لسه تشتغل، واحدة في الظهر واحدة في الآخر، حاول تحضر الثلاثة، اصحى بدري وروح احضر البسخة الصباحية دي، جميلة كده، صاحي بدري رايح بتتعب من أجل مطنيات، اضرب مطنيات على قد ما تقدر، جهاد، قل له يا رب توبني فأتوب. فرصة أسبوع هينتهي وبعد كده يبقى عندك 50 يوم في الفرح، اتعب الكم يوم دولت عشان تشعر بأيام الفرح اللي هتيجي فيما بعد. نمرة 9، في زيارة المرضى ممكن في فكرة بتبقى كويسة، لما نزور المرضى أو نفتقد ناس نصلي معاهم ساعة من سواعي البسخ، حتى الألحان ممكن كده يفتكروها، نقول لهم نحب نشوفكم في الكنيسة يا فلان، حاجة تجذبهم للكنيسة. آخر حاجة، فرصة لتقديم التوبة. لو ما كنتش تبت واعترفت خلال الصيام كله، أدي آخر أسبوع هوت في الحصيلة الروحية للصيام، أنك تقدم توبة، تقول لي رب أنا بقى عايز أبتدي جديد، صفحة جديدة، ننسى ما هو فات ونتقدم إلى ما هو قدام. بعض التدريبات لو افتكرت فيها منها حاجة بسيطة خلال الأيام الجاية تكون مفيدة لنا كلنا. ربنا يعطينا بركة باقي أيام الصوم وباقي أيام البسخة اللي هو أقدس أسابيع السنة على الإطلاق. و اجتماعنا الجاي إن شاء الله هيكون في مايو، اجتماعنا، لأن الخميس اللي بعد العيد مش هيبقى فيه اجتماع. احنا قلنا دايما الخميس اللي بعد العيد الأعياد مفيش اجتماع. 27 اللي بعديه هيكون احتفال الأولاد بتوع الألحان،
نعمل لهم احتفال كبير، نحب انكم تيجوا وتشاركوا. وهيبقى أول مرة هنجتمع فيها إن شاء الله، هيكون يوم 4 مايو. كل سنة وأنتم طيبين. وطبعا كل دوت هيوصل لكم في المسج، بس يعني أنا قلت أقول لكم برضو عشان تبقوا عارفين. بعد ما نخلص اللي يحب بس ياخد فكرة عن العطور ديت مفيش مانع. كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يكون معكم.